من العجائب التي نزلت بالأمة اليوم أن الأمة وهي في حضيض حضيضها وفي قمة انشغالها بذنوبها ومعاصيها ودنياها يوجد فيها من يتكلم من على المنبر أو في وسائل إعلام باسم الدين وباسم الشريعة فيطرح بين الأمة قضية هل والدي النبي في الجنة أو في النار؟ وكأنه قد دخل الجنة وتربع فيها واطمأن ليتلفت بعد ذلك من في الجنة ومن في النار. إن من وراء هذا الكلام إعداد لفصل الأمة عن حقيقة صلتها بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت القضية قضية والدي المصطفى فقط لقلنا زلة قدم، لكن في نفس الوقت يثار بجميع ما يملك هؤلاء القوم من وسائل، وهي وإن كثرت في تقدير الدنيا فهي قليلة ناقصة لأنها باطل يوشك أن يندحر عن الأمة باندحار الباطل عنها. بكل الوسائل التي يستطيعونها نسمع والد النبي في النار، أم النبي في النار، طيب أبو النبي أم النبي في شيء ثاني؟ أيوة مدينة النبي لا تسموها منورة، هي نبوية خلاص ما عدت منورة. طيب حاضر، أبو النبي هم النبي ومدينة النبي، طيب وآل البيت ما زي الناس مثل الناس، ما في فرق بينهم بين الخلق، إيش آل البيت؟ إيش هذا التميز؟ ما عندنا هذا الكلام في الإسلام، ما لهم ميزة، الحسين مثل بقية الناس، اعمل تمام تكون مثل الحسين. عجيب. طيب خلصتوا خلاص؟ لا عجيب. طيب هذا أبو النبي وأمه، مدينته، أهل بيته، أصحاب النبي يا جماعة. أيوة أصحاب النبي يخطئون ويصيبون يا جماعة. ابن عمر كان يتبرك بأثار النبي، لا ابن عمر غلط، طيب خلاص خلصتوا اللي عندكم؟ لا لسه. أبو النبي أمه، مدينته، أهل بيته، أصحابه، أثار النبي، أثار النبي نكسرها. ممنوع تتبركوا بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. شرك. عجيب. شرك. يا جماعة سيدنا عبد الله بن عمر في صحيح البخاري كان يتمسح برمانة منبر النبي. لا تهور. عجيب. طيب وآثار النبي هاي عشان خلص المواد انت. اللهم صل على النبي. لا ترفعوا صوتكم بالصلاة على النبي، ممنوع. بدعة لو رفعتوا أصواتكم بالصلاة على النبي. نحن نحب النبي يا جماعة. أيوة لكن خلاص سنة ممنوع، لا ترفع صلي في سرك بس خلاص ممنوع. بدعة لا ترفع صوتك. بلعنا. طيب ممنوع. أبو النبي أمه أهل بيته أصحابه مدينته آثاره حتى الصلاة عليه كمان ممنوع. يا كحلاوي أنت تمدح النبي. بدعة. إيش يمدح النبي؟ لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولا كن قولوا عبد الله. تعال. إذن المسألة وراءها شيء. لو كانت قضية آباء أبو النبي وأمه فقط، ها مساكين غلطوا ما فهموا النصوص، ما فهموا الأدلة. لو كانت قضية أهل البيت وحدهم مساكين ما فهموا، خافوا من الغلو، جزاهم الله خير. لو قضية مدح النبي لكن كل المسائل المتعلقة بالنبي خلاص مات. مات. ما عاد ينفع ولا يضر. خلاص. يلا عجيب يا جماعة، احنا رايحين للحجاز بشد الأنفس، شقيت عمري لأجل أحصل التذكرة أروح لمكة وأزور النبي. لا، ليس من أركان الحج ولا من شروطه ولا من واجباته ولا من سننه زيارة النبي. من قال لكم أنها من الشروط والواجبات في الحج؟ هي من شروط وواجبات المحبة، شيء ما تعرفونه أنتم. عجيب. المسألة وراءها شيء، ليست المسألة عدم فهم للنصوص، هناك قضية بين القوم وبين سيدنا محمد، هذه المسألة. نحن نحب النبي، كذبتم والله؟ لو أحببتم النبي ما قبلتموه بمثل هذه المقابلة؟ أبو النبي وأم النبي في النار، ما مقصودك بشغل الناس بمثل هذا الأمر؟ كما أخبرتكم القضية وراءها نزع محبة النبي من قلوب المسلمين. إيه سيدة زينب هنا عندك في مصر، ها الحمد لله أنا ما عتبت ولا دخلت إلى داخل السيدة زينب، تفتخر فرحان. هي ما تريدك، هي لا تريدك، ولو أرادت
زيارتك لهيئ الله لك زيارتها. الناس يعملوا أشياء غلط في المقام، الناس يعملوا أشياء غلط عند الكعبة، تهجروا الكعبة. هناك عصابات نشالين تدخل الحرم وتقص الجيوب وتسرق. يلا ما دام في أشياء غلط في الحرم نترك الحرم. يلا في ناس تعمل أشياء غلط في الصلاة نترك الصلاة. في ناس تعمل أشياء غلط في القرآن نترك القرآن. طيب بسم الله. يلا طيب هاتوا العلم الجديد، هذا نسمع نفهم. وناس تعمل شيء غلط في السنة، محدثون دخلوا باسم الحديث ووضعوا أحاديث على رسول الله، كذبوا على رسول الله متعمدين. يلا ما دام السنة فيها ناس غلطوا من هناك جابية غلط نترك السنة. أيوة نترك القرآن، نترك السنة، نترك الكعبة، نترك أهل البيت. جيبوا الخلاصة، نترك الدين قصدكم. هذا نهاية الكلام. أعداؤنا لما فشلوا في أن ينتزعونا من الدين بصراحة دسوا بيننا من يتكلم باسم الدين ليستل الدين من قلوبنا. فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. لما يا رسول الله؟ تعالوا أقول لكم إيش السر أيضا مع عدم المحبة. يبيع دينه بعرض من الدنيا كثير. أيوة. الحمد لله. يلا إعارة هنا ولا هناك ورجع بعد الإعارة والجيب مليان وتعود على صرفية معينة في الشهر.